قام سيباستيان لوب بحركة تكتيكية بسيارة برود درايف هانتر في رالي دكار ليمنح فريق البحرين ريد اكستريم دفعة كبيرة، بينما تصدر كارلوس ساينز الرالي في المملكة العربية السعودية. وكان لوب قد تمهل عمدا في السابق ليمنح نفسه بداية مناسبة هذا الصباح في الجزء الأول من مرحلة كرونو الجديدة التي تستمر إلى يومين عبر الربع الخالي. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية بصعود طاقم فريق البحرين ريد اكستريم سيباستيان لوب وملاحه فابيان لوركين 5 مراكز بشكل عام خلال اليوم، ليتقدم بفارق 13 دقيقة وعشر ثوان عن ناصر العطية الذي احتل المركز الثالث على متن سيارة برودرايف هانتر.